عاوزة اوريكو حاجة بحبها قوي، وهي قطع الكروشيه. في منها عملتها بنفسي، ومنها اللي اشتريته من براند ومكان وسعر مختلف. دي كانت تاني قطعة اشتريها كروشيه او شبه الكروشيه شوية من الوكالة، ودي كانت براند اسمها ميس لاي مش عارفة. المهم ان هي عجبتني قوي، حسيت ان هي كان شكلها بوهو قوي، يعني بلبسها على اي طقم بيغير الطقم خالص، وزرارين وجيب من ده، وعجبني قوي شكلها. يعني بصوا شكلها مختلف، وهي كبيره قوي وانا ما قدرتش اسيبها وبلبسها كتير. ودي كانت من الستاند في الشارع، كانت ب35 جنيه، برضو شاريها مثلا من قيمه 6 سنين او 7 سنين، وبحبها جدا. ممكن بلبسها على حاجات بيج كتير، بلبسها على حاجات لونها بني، بلبسها على حاجات لونها جينز، بلبسها على اسود، بتلاقي على اي حاجه. عزيزه عليا قوي، وتعالى اوريها لكم في اللبس. يلا بينا. هي اهي، وطولها اهو، بلبسها على اي قميص. هي واسعه، بس هي لازم تكون واسعه. انا مبحبش البس كروشيه على مقاسي غير حاجات معينه هتشوفوها، بس هو عموما بحب البس الكروشيه يكون يعني كده. هو ايه الخيطه دي؟ لا دي في الخياطه، بحسبها فكت، كنت هزعل قوي. اهي، وبحبها جدا، ويعني يعني عارفه انا ساعتها لقطتها من الستاند في الوكاله.